أنا أطمئن المواطن أنه لا يقتني الدولار. الدينار نعم، الدينار هو الأقوى، فلا يقتني. أنا صيحة هذا تصريح مهم هذا. نعم، لا يقتني الدولار، الدينار هو الأقوى. نعم، الدينار هو الأقوى. لا تدري أكذب ذاك أم استخفاف بعقول العراقيين، وقيمة الدينار تتهاوى أمام الدولار بسبب استمرار تهريب العملة إلى الخارج من قبل أحزاب السلطة وميليشياتها الموالية لإيران، وسط سخط شعبي يشتد مع اشتداد حرارة الصيف اللاهب وينذر بانتفاضة عارمة. عمليات تهريب العملة لا تتوقف على الرغم من فرض عقوبات أمريكية جديدة كان آخرها على 14 مصرفاً متهماً بعمليات غسل الأموال ومعاملات احتيالية وتهريب العملة إلى إيران، ليرتفع على إثرها سعر صرف الدولار إلى عتبة 160 ألف دينار مقابل كل 100 دولار. البنك المركزي استمات دفاعاً عن هذه المصارف التي تعود لزعماء أحزاب وميليشيات مشاركة في الحكومة تتخذها كواجهات اقتصادية تساهم بتزويد إيران وسوريا وميليشيا حزب الله اللبناني بالدولار، مؤكدا استعداده للطعن في العقوبات الأمريكية. عمليات احتيال تفننت بها تلك المصارف ونفذت على مستويات واسعة بحسب مراقبين من خلال استخدام المعلومات الشخصية لعشرات الآلاف من المواطنين في عمليات تهريب العملة وغسل الأموال وحتى الاستيراد دون أن يعلم المواطنون بذلك. استغلال بشتى الوسائل لمزاد العملة الذي يبيع أكثر من 200 مليون دولار يومياً تذهب لصالح عمليات غسل الأموال وتهريب العملة لتغذية الاقتصاد الإيراني وإنعاش عملته المنهارة من قبل الحرس الإيراني وواجهاته في العراق. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حتى وصل إلى حد السماح لشركات الصيرفة ببيع الدولار للمواطنين الراغبين بالسفر، ما أثار مخاوف من فرض عقوبات جديدة تشمل البنك المركزي نفسه، وسط توقعات بارتفاع أسعار الصرف مجددا ما سيتسبب بانهيار الاقتصاد العراقي وضياع مستقبل ملايين العراقيين تحت هذه الأزمة الخانقة.